عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. والله عز وجل يقول: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. والله عز وجل يقول: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله عز وجل رزقنا وكفانا وأوانا وسترنا وأغنانا. الله عز وجل وحده يخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع، ويهب ويمنح، وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل أنزل الأمطار وشق البحار وأجرى الأنهار وأينع الأزهار وثبت الأشجار وأخرج الثمار. الله سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم من أجلها نعمة الدين والإيمان، أنعم علينا بنعمة القرآن، كتاب مبارك جعله الله عز وجل لا ريب فيه هدى للمتقين، أنزله الله عز وجل وتولى حفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يسر الله عز وجل فهمه وحفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، حذر الله من تركه وهجره، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من نعم الله عز وجل ما كان في هذا الكتاب من القصص والفوائد والعظات والعبر، وما كان فيه من الأوامر. ولما بكت أم أيمن وقال لها أبو بكر وعمر: يا خالة، أما تعلمين أن ما عند الله هو خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أعلم، ولكني أبكي لانقطاع خبر السماء. من نعم الله عز وجل هذه السنة التي حفظت ونقلت إلينا بالأسانيد، وقد كان في هذه السنن البيان الشافي والجواب الصافي عما نحتاج إليه في حياتنا. من نعم الله عز وجل التي أنعم الله عز وجل بها علينا العلماء الهداة على هذا الطريق. من نعم الله عز وجل أن الله عز وجل وفقهم إلى الخير ويسر لهم العلم، وأن الله اصطفاهم واختارهم، وأن الله أدناهم وقربهم، وأن الله عز وجل جعلهم واسطة بين الحق والخلق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من نعم الله عز وجل أن الله جعلهم واختصهم بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا رغم ما ترون وما تسمعون وما تشاهدون مما نحن فيه، أننا بحمد الله ما زالت لنا مساجد نأوي إليها. وانظروا إلى أحوال إخوانكم في سوريا كيف هم، إلى أحوال إخوانكم في العراق كيف هم. ما زالت لنا معاهد تدرس فيها العلوم الشرعية، وأنا أقرأ الجدول الآن العقيدة والنحو، وأقرأ الجدول في الفقه وفي الأصول. أقول: سبحان الله، إن إخواننا في أهل العراق لا يملكون هذا، إخواننا في سوريا لا يملكون هذا، بل سافرت إلى ليبيا لا يملكون هذا، يؤملون يرغبون
سمعت من نائب المفتي وهو يقول لي إنني قد بحثت في ليبيا عندما قرروا أن يجعلوا دار إفتاء، قال فلم أجد فيها إلا من طلبة العلم إلا 7. من نعمة الله عز وجل سبحانه وتعالى التي جعلها لنا هذه النعمة التي أنتم فيها من الأمن. وانظروا إلى إخوانكم في بورما، لا تنظروا إلى الأحداث الصغيرة، لا مأوى ولا دار ولا أمن ولا أمان، وقتل وذبح وتشريد وحرق وسحق وطرد وتشريد، تطهير عرقي وقتل وحشي بلا رحمة بلا هوادة بلا انتهاء بلا منتهى. فما نحن فيه من نعمة الله جل وعلا. انظروا الآن، هذا ماء وهذا شراب وعندكم طعام. قد حضرت مؤتمر في دولة من الدول به عدد من إخواننا في إفريقيا، سبحان الله، هم يتحدثون، وكان هذا المؤتمر على أعذب بحيرة ماء في العالم. كانت الأزمة الكبرى عندهم، أشار الأخ وقال نحن لا نجد هذا، لا نجد الماء، نحن في الخلاء نستخدم الماء نتطهر به، هم لا يجدون الماء، فضلا عن الطعام، فضلا عن الكساء، فضلا عن مكان للإواء. هذا من نعم الله عز وجل علينا، من رحمة الله عز وجل بنا. انظروا حولكم، من نعمة الله عز وجل هذه النعمة المنة العظيمة، نعمة الإسلام. كنت في دولة أيضا من الدول، ولما حان موعد إقلاع الطائرة فقلت سبحان الله، هذه بلدة من البلاد الكافرة الراقية، فيها كل ما يظن الإنسان أو يتخيل أو يتصور أن يكون في الدنيا، من النظافة ومن الطعام ومن الشراب ومن الإمكانيات. أقول للأخ متى موعد الأتوبيس، فضرب بالزرار هكذا، قال بعد 9 دقائق. متى موعد القطار، قال لي بعد 10. متى موعد الطائرة، كل ما تتخيل. قلت سبحان الله، هذا الملك وهذا الجمال وهذه النظافة وهذا الطعام والشراب، ثم ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، ولئن أشركت لأحبطن عملك. بماذا سينتفعون بهذا؟ هل سينفعهم؟ هل سيجدونه بغير دين؟ لا قيمة لهذه الأشياء. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا ما جعله الله عز وجل من هذه المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ترفعون الأذان تسمعون المواعظ والخطب. هناك بلاد في العالم لا يوجد فيها مساجد، ومن أقرب هذه البلاد طهران، لا يوجد، العاصمة الوحيدة في العالم لا يوجد بها مسجد لأهل السنة. وأخبرني أحد سفراء البلاد الإسلامية مباشرة، قلت له أين كنتم تؤدون صلاة الجمعة، قال كنا نجتمع في منزل السفير الباكستاني نصلي نحن سفراء البلاد الإسلامية، لأنه كان أكبر بيت، عندنا مسجد. يوجد بلاد بها مساجد لا يرفع فيها الأذان، يمنع فيها الأذان، الأذان يرفع. بلاد بها مساجد ولا يؤذن فيها بالمآذن، عندنا المآذن. بلاد لا يؤذن للمرأة فيها بالحجاب، عندنا الحجاب والستر والعفاف، من رحمة الله عز وجل بنا. هذه من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، رغم ما نعاني وما نرى وما نشاهد، لكن هناك نعم تذكر حتى تشكر. من نعم الله عز وجل هذه البيوت التي نحن فيها. لقد رأى الكثير ممن يجلس
في العهد الماضي ما كان فيه الآباء والأمهات والأجداد، البيوت التي كانت من الطين وكانت بقش الأرز أو بغيره، تغيرت الأمور. كانت البلاد ربما لا يوجد فيها إلا سيارة واحدة، صار عند الناس جميعا. كان لا يوجد هاتف إلا في منزل عمدة البلد، صار في جيب كل واحد 3 هواتف يتحدث متى شاء مع من شاء. هذه من النعم التي نحن فيها. كانت المياه تحمل من أماكن بعيدة، صارت في كل بيت. كانت سيارات التي تقوم بحمل المجاري تطوف، الدنيا بتتغير. هذه من النعم ولكننا لا نشكر. هذه الثياب التي نرتديها، بل هذه العصائر، والله من آبائنا من مات دون أن يراها، لا يعرفون معنى الكنز، لا يعرفون المحمول، لم يشاهدوا ذلك أبدا. منهم من لم يعرف التكييف، سمع ولكنه لم يراه. الدنيا تغيرت. هذه من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. انتشار التعليم، انظروا في آبائنا كم منهم كان قد تعلم، الآن كم من الناس رزقهم الله عز وجل أن تعلموا، المهندس والدكتور والمحاسب. الله سبحانه وتعالى من كثير من السنن كانت غائبة، الآن الناس يعرفون العقيقة وحلق الرأس وأن يتصدقون بمثقاله من ذهب. الدنيا تغيرت. كان الناس يضعونه في الغربال ويضعون الهون، واسمع كلام فلان ولا تسمع. تغيرت الأمور والأحوال، ألا تستشعرون ذلك؟ الناس يعرفون الآن الأضاحي، ما كانوا يعرفون الأضاحي. بل حتى الغرب الذي جاء لكي يقوم بالحرب على الإسلام الآن يتبدلون ويتغيرون، يقولون البنك الإسلامي، فرع المعاملات الإسلامية. حتى الفجور يقولون الكوافير الإسلامي، كوافير للمحجبات، كوافير للأخوات. الأمور تتغير. ابنتي في الصف الثاني الابتدائي الأزهري وضعت في أصبعها بعض هذه الألوان، وهذه لا تدخل البيت عندنا لا كبير ولا صغير. فقلت لها يا مريم كيف تفعلين ذلك والوضوء؟ قالت هذا إسلامي. أمت بالشي لابسة بحر رحمة تلزأ وتلزأ. قلت ما شاء الله، منكير إسلامي، بلاستيك يركب ويتشال. ها والله تغيرت، بقى في منكير إسلامي، كوفير إسلامي، وبنك إسلامي، والزي الإسلامي. الأحوال بتتغير. وأنا راكب في الطائرة من مطار اسطنبول لدولة من الدول الأوروبية، فوزع ورقة فشفت فيها الخنزير، فخلاص هرفض الأكل. بعد شوية وزع ورقة تانية وبعدين مكتوبة فيها كلمة باللغة التركية، وأنا ليس لي في اللغة التركية، بس فيها كلمة واحدة بس، حلال. فلما قالت البنت قلت لها خنزير، ما كلش أنا الخنزير. قالت نو حلال مسلم حلال خنزير. وبعدين وريتني وجبة الخنزير اللي معها الخمرة، انت الوجبة بتاعتك معها عصير ومعها ماء. حتى على الطائرات عارف ان في حاجة اسمها اسلامي. اذا الدنيا بتتغير والاحوال هو كان زمان حد من الشباب الصغير يروح عمره، لما جيت اروح عمره كنت لسه طالب وبسلم الناس وسامحوني لو قصرت، خدني عم عبد العظيم قال لي يا ابني انت عملت حاجة في دنيتك؟ قلت له قال لي يا ابني وفي حد وهو لسه صغير ما لم يتزوج يروح عمره؟ ده حتى ربنا ما يقبلش منك العمره من غير جواز. الدنيا اتغيرت. اه والله دي كل العمره شباب والحج كله شباب. ده لسه اخونا عمرو الرفيع، فين عمرو؟ اهو جاي من الحج الخدمات اهو. انت هتخوفنا ليه؟ الدنيا اتغيرت. مش دي نعم من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا؟ الناس بدات تفهم، تكلمهم بالشرع والدين يستجيبون. الولد ابن اختي جه يتزوج في المنصورة، ولد مهندس ولسه بادئ في الالتزام، ويبقى لسه بادئ ده يبقى قافل كده. قال لي يا خاله المأذون ده لو قال على مذهب ابو حنيفة النعمان مش هتجوز. يا ابني عديها وانا في البيت اعقد لك تاني غير الموضوع ده، ما هديت عندنا ودي عندنا. الولد دخل واصر، انا شايف ان نعديها يا شيخ خالد مش مشكلة تعدي. وبعدين جه المؤذون فبكلمه بالراحه، لما لقيته الواد مصر وهو قلت له يا مولانا هسال بس حضرتك سؤال، هو
الإمام أبو حنيفة أبوه اتجوز على مذهب مين؟ قال لي على مذهب أبو حنيفة. قلت له طيب يا مولانا الصحابة سيب ده أبو حنيفة اتجوز على مذهب ابنه ما فيش مشكلة. هو الصحابة رضوان الله عليهم تزوجوا على مذهب مين؟ قال لي والله على مذهب أبو حنيفة. قلت له لا ده كده مش بص يا ابني احنا مش هنعقد العقد بتاعك اتغيرت الناس نادل أطلق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا اتغيرت الأحوال اتبدلت الناس كانوا زمان والله العظيم كانوا يجي الإخوة يسألوا الشيخ ياسر عشان يصحح عقود الزواج لما يجي يتزوجوا الفتحة الفتحة دي يعني تاخدها وتمشي ولا صيغة ولا حاجة. الزواج ده صح مولانا؟ لا صح من غير الصيغة. كانوا يقولوا لهم لازم تعيدوا الصيغة. الدنيا اتغيرت الناس تيجي تسألها تقول لك أنا والله وأنا صايم بلع تريقي. يا نهار أبيض الناس بيتكلم في بلع تريقي. أيوة شوف موضوع الواقع أقول لك والله العظيم ده أنا يا دوبك شربت المية لقيتهم بيقوموا الصلاة هو حكم إيه ده؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ده الدنيا اتغيرت. أكتر الأسئلة اللي تيجي للشيخ خالد هتلاقيه يقول له شيخ أنا والله عندي كام جرام ذهب هو ده حكمهم يبقى إيه؟ عليهم نصاب ولا عليهم زكاة؟ الناس بتتغير. حد يقول لك هي العربية دي عليها هي عربية ماشية بالمنافلة ويقول لك عليها زكاة ولا عليها زكاة؟ أنا كنت أقول له راجل دخل لحد يسرقها منك ويريحها. والله ده موقف واحد جاي يقول لي بس عاوز أسألك العربية عليها زكاة؟ عربية كل ما يعوز يدورها لازم الدنيا كلها تزوق. قلت له ربنا يرزقك بحرام يسرقها. قال لي الحرامية ما يسرقوش العربيات القديمة. الدنيا بتتغير ونعم ربنا سبحانه وتعالى. واحنا مش عاوزين يكون عندنا جحود لازم نستشعر هذه المنن وهذه النعم. انتوا عارفين الناس زمان كان يقول لك الصوف نغسله مرة واحدة في السنة كان في شهر ايه؟ انت ما انك شاب صغير في شهر طوبة. الناس اتغيرت. ده دلوقتي الناس بيغسلوا البطاطين في الغسالة دي ويغسلوا اللحفة الفايبر. الدنيا اتغيرت الأحوال اتبدلت. كانوا زمان المراتب بقش الرز اتطورت بقى بالقماش المتقطع وبعد كده القطن بعد كده بقى لو أهلينا يجي يشوفوا البتاع اللي بتيجي من تركيا ما اسمش فايبر يا مولانا اللحاف اللي فايبر المرتبة دي اسمها حاجة تانية مش مهم احنا هنروح نشتريها. الدنيا بتتغير مش دي كل دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى. وشوف كل النعم دي احنا ناسينها. انت مش عندك أولاد مش عندك بنات مش دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى؟ ما تذكر ان في انسان ما عندوش محروم. نسأل الله ان يرزق كل محروم. مش دي من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الخلق التي انعم الله عز وجل بها علينا. الهدايه دي مش نعمه من ربنا. مش لنا اصدقاء كانوا معنا في الفصل كانوا معنا في الجيش جيراننا في البيت. شوف بعض الاخوه لهم اخوه اشقاء اللي في المخدرات واللي في المسكرات واللي في المحرمات. شو نعم ربنا سبحانه وتعالى الهداية دي؟ الإمام ابن مفلح يقول التأديب من الوالدين والصلاح من الله. الأخ وإحنا لسه دلوقتي في الشهداء ابنه جاي يسلم عليا والله العظيم ده الواحد بيتربى وبيتعلم جاي جنب ودني كده ابن الشيخ عماد دكتور بهاء نعم يقول لي أستحلفك بالله شيخ ندعي لي. قلت له أدعي لك؟ قال لي أنا ختمت ومعايا 4 أسانيد ادعي لي ان انا ربنا يوفقني واكمل. سبحان الله 4 أسانيد وربنا يوفقك ويكمل. ده من رحمة ربنا من منن ربنا على الخلق والعباد والبلاد. ان رحت في قرية من القرى والله مغمورة واسمها حتى حلب على اسم بلد من بلاد اللي في سوريا دي. الاخوة قالوا لي عاوزين كلمة قالوا جايبين اولاد وبنات حافظين 750 حديث اللي حافظ 700 حديث 600 حديث ايه الدنيا اتغيرت. وبعدين يقول الولد يقول الحديث ويجيب سند ويجيب رقمه. الدنيا بتتغير نعم ربنا وألائه سبحانه وتعالى تذكر وتشكر ولا تجحد ولا تكفر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعمة من نعم ربنا على العباد وعلى الخلق. ربنا سبحانه وتعالى خلقك في أحسن تقويم. الله عز وجل جعل لنا سمع وجعل لنا بصر وجعل لك لسان يتحرك وجعل دموع للعين وهذه الدموع تكون حارة وتكون مالحة تحافظ عليه وجعل لك لسانا وجعل ريقا عذبا. الله سبحانه وتعالى جعل لك
مفصل، جعل الله عز وجل دماء تتحرك، جعل الله كلى وكبد. ومن عنده مرض من هذه الأمراض يعرف قيمة ما يعيش فيه من نعم ربنا التي أنعم الله عز وجل بها على الخلق. نهدى في كل يوم تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. من نعم الله عز وجل على العباد، من نعم ربنا ما جعله من ألفة القلوب، نلتقي وربما لا نكون قد التقينا قبل ذلك، وينشر الله لنا المحبة ويبسط الله عز وجل بيننا القبول من رحمة الله عز وجل. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. من نعمة الله عز وجل الأثار التي تركها السلف، كما قال الفضيل فيما نقله عنه الذهبي: والله لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا، فكيف تؤذي مسلما؟ من نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العلم يحفظ وينقل ويصان ويعرف ويظهر ويعلم. من نعمة الله النصيحة والموعظة، الدين النصيحة، كما في حديث أبي رقية تميم بن أوس الدري عند مسلم. هذه من نعم الله عز وجل، نعمتان من جملة هذه النعم والألاء، تأكل وتشرب تتنفس دون أن تحتاج إلى جهاز، تتحرك دون أن تحتاج من يقودك. من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد وعلى الخلق، نعمتان من جملة هذه النعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، تضيع بلا ثمن. إنسان مغبون يشتري البخس بأغلى الأثمان أو يبيع الغالي بأبخس الأثمان، وكثير من الناس يضيعون أعظم ما عندهم وهي الأعمار بلا ثمن بلا قيمة. ومن المقت إضاعة الوقت، تضيع الأعمار والأوقات هكذا دون سؤال ودون حساب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة، العافية، منا من الله نعمة يعطيها الله عز وجل لخلقه ويمتن الله عز وجل بها على عباده، ويمنحها الله عز وجل للمخلوقين. تسلب هذه، لا تشترى بمال، وهذه لا تطلب من الرجال، وهذه لا تؤخذ بالدينار، وهذه لا توضع في البنوك، وهذه لا تحفظ في خزانة المال، وهذه لا تصان في الدولاب. هذه منا من الكريم الوهاب، العافية. تذكر في نفسك وأنت تقبل وتدبر وتذهب وتقوم وتقعد، وكم من الناس قد حرموا من هذه النعم. كان لنا أخ من إخواننا رحمه الله، الشيخ محمد هيوب، كان مسؤول الدعوة في مدينة الدلنجات، ظل مريض بالسرطان 6 سنوات، وأجرى عملية السرطان في الأنف 5 مرات، وفي كل مرة يقال له: هذه العملية ستعود. وفي المرة الأخيرة أراد أن يقوم بإجراء العملية، فاعترض الشيخ ياسر، قال له: محمد، كل مرة هتعمل العملية السرطان، كل ما تدخل فيه الجراحة وتتدخل ينتشر. فبكى الأخ، فقال الدكتور جمال: إيش خسر يعني لما يعمل عملية يقعد قد إيه كويس؟ قال له: شهر. قال له: شهر؟ قال له: شهر. ممتاز، يسجد، يصلي، يصوم، يعتمر. فعلا الأخ عمل العملية وراح عمره. وبعدين بقول له: شيخ محمد، إيه إحساسك؟ قال لي: السجود، السجود يا أخ أحمد نعمة عظيمة، أنا محروم من السجود، كنت معاه في العمر ويبكي لأنه لا يستطيع أن يسجد، الآن أنت تسجد. ثم مات أخي محمد رحمه الله وكان يتأسف ويبكي ويدعو الله، يرجو، يتمنى، يحب، يرغب، يطلب أن يسجد لله عز وجل، ولكن مع هذه العمليات لا يستطيع. نعمة عظيمة هذه النعم التي تتقلبون من منن الله عليكم، تتقلبون فيها، تتنعمون بها.
فهذه تغتنم في طاعة الله، وهي أيضا تحفظ بحفظك لأمر الله، وهي تطلب من الله ولا تسلب إلا بأمر الله. ذكر الله حكاية عن إبراهيم في سورة الشعراء، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. نسب ذلك لنفسه تأدبا، والله يقدر كل شيء على الخلق. أخ من إخواننا معروف يعرفه أخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد، لأنه ينزل دائما في منطقة محرم بك، الشيخ صبري رجب، خبير تربية أسرية. هذا الأخ في سنة 94 في مسجد الفردوس بالأسكندرية في محرم بك تم تعليق ورقة: الشيخ صبري يحتضر، الآن نسألكم الدعاء له. وقال له الطبيب: بعد 6 أشهر تموت. قال له صبري: أنا هغسلك. كان عنده سرطان وعنده فيروس وعنده كلى وعنده كبد. وفعلا الطبيب مات، وصبري ما شاء الله ولا قوة، ثقة في الله، أكمل، أخذ ماجستير وتخصص في التربية الأسرية، وما زال حتى هذه الساعة. في يوم المؤتمر في الأسكندرية هذا جاءته جلطة، عنده سرطان بين الغرفتين في القلب، ويحتاج أن يعالج في بلجيكا، وقالوا له تحتاج 50,000 يورو. والأخ تجد في قوة وفي عزيمة وإقبال، وتطلبه في درس، في موعظة، في نصيحة، في مشكلة، لا يغيب. فكيف بك أنت وأنت في هذه الصحة، وأنت في هذه المنة، وأنت في هذه النعمة، وأنت في هذه العافية؟ لابد من تكرار حديث يوم الصديق، زيارة المريض، زيارة المستشفيات، حضور الجنائز، الصيام والصدقة، حتى يتجدد في نفوسنا الإيمان، حتى نتذكر هذه النعم وهذه المنن. هذه العافية لابد أن يكون لك بها الشرف، وشرف المؤمن في قيامه بالليل. لابد أن يقول لك بها النجاة، والنجاة أن تصوم في سبيل الله. لابد أن تتقرب إلى الله عز وجل بأفعال الأوابين، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أن تصلي الضحى، أن تغتنم هذه العافية، أن تشهد صلاة الجماعة، أن تدرك تكبيرة الإحرام، أن تصلي في الصف الأول، أن تصلح بين المتخاصمين، أن تصل رحمك. من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أن تقوم بنظافة المسجد. المرأة السوداء كانت تقوم المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدري بأي طاعة تقبل ولا بأي عبادة ترفع. وفي حديث أنس: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أن تسمو بنفسك مع كتاب الله ليلا قراءة وتدبرا، وأن تسعى بين الخلق نهارا مصلحا ومعلما وواعظا، وأن تسمو فوق الأحقاد والأضغان، وأن تكون عفوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أن تغتنم هذه المنن وهذه الطاعات في قضاء الحاجات. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أن تدخل على المسلم الفرح ولا تحزنه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، قال: سرور تدخل على مسلم. وقال إبراهيم بن أدهم: ليكن حظ المسلم منك 3: إذا لم تنفعه فلا تضره، وإذا لم تمدحه فلا تذمه، وإذا لم تسعده فلا تحزنه. حافظ على هذه المعاني. قال أبو كعب: أردت أن أسافر الهند فجئت الحسن فقلت: أوصني. قال: أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. أن تسعى في طاعة الله. قال: فما زلت عزيزا حتى رجعت. قال عبد الرحمن: أدركت الفضيل وهو يريد السفر فقلت: أوصني. قال لي: كن ذنبا ولا تكن رأسا. اغتنم
الصحة في طاعة الله عز وجل. في بر الوالدين سمعت الشيخ المقدم محمد بن إسماعيل حفظه الله يقول: لا أعلم عبادة بعد توحيد الله أعظم من بر الوالدين. سمعت أخي الحبيب عندما كان شرفني في بيتي ويتحدث أنه حرم من الوالد عندما كان صغيرا نعمة بره بالوالد، ولكن البر لا ينقطع حتى بعد الموت. قيل لسفيان الثوري في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قيل له: ما الإحسان؟ قال: أن تدعو لهم في كل صلاة. بر الوالدين أن تكون هينا لينا سهلا، أن تقوم على أمرهم. لو كنا مع أصحاب الغار وانكفأت الصخرة وأغلق الباب وطلب منا أن نتقرب، هل لنا من الطاعات ما به نتقرب؟ هذه الصحة اغتنمها في الأخلاق الحسنة. قولوا للناس حسنا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، لينوا بأيدي إخوانكم، تهادوا تحابوا، ابدأ بالسلام، واعف عن من ظلمك، واعط من حرمك، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ معاني إيمانية وآيات قرآنية وسنن نبوية وآثار سلفية. لم تكن هكذا، بل عبادة نتقرب إلى الله عز وجل بها. متى تطبق هذه المعاني؟ الرفق، تربية الولد، تتقرب إلى الله بالولد الصالح. وقد نادى نوح: يا بني اركب معنا، لو أردت أن تنادي على ولدك اركب معنا، أين يركب؟ هل رأى منك الأخلاق؟ هل رأى منك القيام؟ هل رأى منك الصيام؟ هل الولد تعود في يوم الاثنين وفي يوم الخميس أن يراك صائم، أن يراك بالليل قائم؟ هل تعود أن يراك في ليلة الجمعة تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأك تحافظ على قراءة القرآن؟ هل تقرأ سورة الكهف معه؟ هل علمته الأذكار؟ هل علمته صلة الأرحام؟ هل عودته أن يتصل بأعمامه وعماته وأخواله وخالاته؟ هل علمته أن يخرج بالصدقة وأن يكرم الفقير؟ أم تعلم منك التناقض، أنك تكن هينا لينا مبتسما مع الناس، فإذا عدت إلى البيت، والله بالأمس قال لي ابني وهو في الصف الثاني الإعداد الأزهري: أريد أن أذهب المسجد الفلاني لأرتب مع الأستاذ. فأخذته وذهبنا نصلي العشاء، فأصر الأستاذ أن أصلي، وبعد الصلاة مرحبا مولانا الشيخ أنس وقبل رأسه وما شابه ذلك. ولما عدنا للبيت فقال لأمي: أنا كرهت النفاق. فقالت: لما؟ قال: الأستاذ عندما نزل الدرس يقول: يا حمار يا جحش، ضربنا على أفايا، والآن يقول: يا مولانا يقبل رأسي. لا تظن أن الطفل لا يفهم، بل يفهم ويعرف ويميز. والطفل مثل الجزرة، إن وضعتها في ملح صارت مخلب، وإن وضعتها في سكر صارت مربى. وهناك سبيل ثالث، أن تضعها في خلاط فتضيع المعالم، لا يعرف لها معلم. هذه أمانة ينبغي أن نقوم بها، ينبغي أن نتعلم هذا الباب. كيف يا أبا عمير ما فعل النغير يربي فيه الرجولة والقوة؟ كان يحمل الحسن والحسين، قالوا: حتى لا تربى الولد على أفخاذ النساء. كان الحسن والحسين يركبان فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو هريرة: نعم الدابة دابة قمة، فيقول: ونعم الراكبان هما. التربية، ماذا تفعل مع أولادك في البيت من التوجيه والمداعبة والملاعبة، بل والحوار والكلام والحديث؟ هذه نعم ينبغي أن تصان وأن تشكر وأن تذكر وأن تحفظ. ينبغي علينا أن نسعى في مثل هذه المعاني. كيف أنت مع الجيران والأرحام؟
من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أين أنت؟ بل أين أنت من الدنيا؟ أين موقع الدنيا في قلبك؟ وأين موقع الدعوة؟ أقسم بالله وتالله وبالله، الأخ الذي يعطي الدعوة فتات وقته وفتات ماله لن يجد بركة لهذا الأمر. كنت في مجلس من المجالس مع شيخنا الشيخ سعيد عبد العظيم، أسأل الله أن يرده إلينا ردا جميلا، فقال أحد الإخوة: يا شيخ أنا أجعل الدعوة مثل ولد من أولادي، أعطي الدعوة 1000 جنيه، أنا أعطي كل ولد من أولادي 1000 جنيه. هو رجل أعمال. وعندما ركبنا في السيارة وجدت الشيخ متغير، قلت له لماذا تغير؟ قال الأخ يقول الدعوة مثل ولد من أولادي. قلت له ماذا؟ قال الدعوة هي الحياة، أغلى من الولد ومن الزوجة وأغلى من الدنيا. كيف تتساوى الدعوة مع الولد؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تجعل الدعوة فتات الوقت فتات المال، هذا هو قدر الدين في قلبك؟ هذه هي الأمانة؟ هذه هي الرسالة؟ هذه هي الوصية؟ أن تجعل الدعوة هكذا تقبل على الدنيا؟ قال سهل بن سعد الساعدي للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على أمر، على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال أحيى بن معاذ: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، واسترضى ربه قبل أن يلقاه، وبنى قبره قبل أن يدخله. قال الحسن البصري: المؤمن في الدنيا لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها. قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقها في نحره. قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها ما أمن. كم من صحيح مات؟ من صح فيها ما أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، أمرها يسير وشأنها حقير. ينبغي علينا أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر. كم من الأرحام قطعت، كم من المظالم، التعدي على الأرض، على الجار، على الدار، على الميراث. كم من البنات قد حرمت، كم من الأمهات لها الميراث وتموت ولا تعتمر ولا حج ولا تنعم ولا تسعد، كأنها صارت من متاع البيت. لابد من وقفة معاتبة ومحاسبة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا باب، حتى ولو كان كافرا فكيف بالمسلم؟ إن إبراهيم النبي الولي عليه السلام قال لأبيه الشيطان الغوي: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال لقومه، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه، لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أقروا بكفرهم. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ قال قوم صالح له: اطيرنا بك وبمن معك، أصابنا الدمار والعار والبوار، هل يجيبهم بهذا؟ قال: إنما طائركم عند الله. قال الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، الذي يقول أنا ربكم الأعلى. قال الشيخ الشنقيطي: إن الله لم يتعبدنا بسب فرعون، إن الله لم يتعبدنا بسب فرعون. أين نحن من هذا؟ راجع نفسك وحاسب نفسك، أين أنت؟ أين الموضع؟ أين السير؟ متى تصلي؟ متى تعبد؟ متى تستغفر؟ متى تقرأ؟
متى نتوب؟ متى نستقيم؟ تقولون الأحوال والاضطرابات والدنيا، أنت لك عمر وهي ستمضي، وستسأل عن نفسك لا عن الدنيا. وإذا أردتم إصلاحا فلا بد من الصلاح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: لا ينزع الله عنكم ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. تريدون نصرا وتمكينا، هو ليس غاية ولكن الطريق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليس بالسب والشتم والسفاهة، بل بالإيمان والعمل الصالح، كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تريدون الأمن، الأمن لا يكون بالجنود والحشود ولا بالكثرة ولا بالقلة، فإن فرعون بجنده وجنوده لم يدرك أمنا ولا أمانا ولا سلما. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تريدون مطرا، تريدون ولدا، تريدون زرعا، تريدون نهرا، تريدون رغدا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الأسعار قد ارتفعت والأمور قد تغيرت والأحوال قد تبدلت، ثم ماذا؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله، قال: غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله سعر لنا، قال: أنا أسعر؟ الله المسعر، القابض، الباسط، الرازق، ربط الأرض بالسماء والقلب بالرب والمخلوق بالخالق، فلا تعول على حول ولا على طول ولا على قوة، فالله عز وجل لا حول ولا قوة إلا به. تعول على الناس، الناس جميعا إليه فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. تريدون نصرا، تريدون أن تحكموا الدنيا، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله فقط، ليس بحولك ولا طولك ولا قوتك ولا مكرك ولا تدبيرك، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ذكر لي شيخي الشيخ شريف قصة عن رجل من أهل البادية كان يعمل في حفر الأبار، وكان هذا الرجل يحسن العمل وله شقيق لا يحب العمل، يذهب معه ولكنه لا يعمل، يجلس يقوم بلف السجائر المكن ويشرب وهو شغال، احيانا يتعب يقول لي: ياود انت تعال انزل اشتغل شوي، باللغه العاديه يعني تعال ساعدني. في يوم من الايام يحفر البئر وجد حجر كبير يكسر فيه ما انكسرش، فنادى عليه: ياود انت تعال ساعدني. نزل يكسر الحجر، يكسر يكسر، انكسر الحجر. ماذا وجدوا في الحجر؟ وجدوا كنزا، وجدوا كنزا، وجدوا دودة كبيرة جميلة طويلة. قال له من اللي وكلها؟ قال له: ربنا. قال له: هذه وين؟ قال له: جوا الصخرة. الصخرة هذه وين؟ الصخرة. قال له: الصخرة تحت التراب. قال له: يعني ربنا يوكلها تحت التراب جوا الصخرة؟ ما يوكلنيش نار ونافق الأرض؟ يرى علي اليمين ما عاد نحفر بير. كلم أخوه قل له: والله آخر مرة نحفر بير. عندما خطبت هذه القصة في خطبة الجمعة في مدينة الضبعة، قام إلي رجل وقال لي: يا شيخ، الراجل هذا في الليل الفلاني ذكر اسمه، والله عنده عويل ربنا رزقه وبقى من كبار المقاولين، وعنده بيوت هنا وبيوت في عبد الرحمن وبيوت في العمري، أغناه الله
وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. لا تبخل الرب الكريم، ولكن اغتنم وقتك وصحتك وعافيتك في طاعة ربك، فإن العافية لا تدوم، وإن الأيام تنقضي، وإن هذا العمر سيمضي. لكل أجل كتاب، وهناك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وينقلب الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإن الصحيح يمرض، وإن الفارغ يشغل، وإن الأيام ستمر. وأحنا أنا قبل أن ندخل هنا كنا في زيارة مريض في المستشفى، والرجل يتكلم كلمة واحدة، والأخ يقول الحمد لله تكلم ما كان يتكلم كلمة، صار هذه مسار وباب للحمد. وهذه الألسنة التي تتكلم والأقدام التي تمشي، هذه تحتاج إلى شكر وإلى ذكر. اغتنم عمرك وانشغل بأمرك، احفظ لسانك كما قال الفضيل، واعرف مكانك واقبل على شانك، وصية الفضيل. فإن الأيام ستمضي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهيل عند البخاري لعلي رضي الله تعالى عنه: امضي ولا تلتفت. وفي رواية أبي هريرة: امشي ولا تلتفت. أنت لم تؤمر بتغيير الكون، أنت تؤمر بتغيير نفسك. ودع الملك للملك، ودع المخلوق للخالق، فهو يدبر الأمر سبحانه وتعالى. لماذا تحمل نفسك ما لا تطيق؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تتكلم إلا بما تعرف، ولا تتكلم إلا بعلم. وإياك أن تنقل ما لم تعرف. فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون: سمعنا، رأينا، شاهدنا. إياك أن تنقل أو تتكلم بغير علم أو بغير بينة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإياك واتهام الناس أو الدخول في النوايا، إنما الأعمال بالنيات. وإياك أن تسفه من خالفك. يقول يونس بن عبد الأعلى الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرت يوما في مسألة فاختلفنا، فلقيني في طريق وسلم علي وقال: يا يونس، وإن اختلفنا في مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا؟ دخل الربيع بن سليمان على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، وقال: يا إمام، قوى الله ضعفك. قال: انظر ما تقول، فإنه إن قوى ضعفي قتلني. قال: والله ما قصدت ذلك. قال: والله يا ربيع، لو سببتني صراحا لأحسنت بك الظن. أين الإنصاف من النفس؟ أين العدل؟ إن أمور الاجتهاد ليست محل إنكار، فإن المجتهد المصيب له أجران، والمخطئ له أجر، وهو عند الله معذور. ولا يكن عندك معذور. هل اجتمعت لديك الأدلة والبراهين، واستمع عندك الواقع، وقدمت المصالح والمفاسد والمتاح والممكن، وفقه المآلات؟ الأمور تحتاج إلى ضبط. اغتنم عمرك فإن الأيام تمضي، وعندما تموت سيبكي الناس عليك، ولكن سيرجعون يأكلون ويشربون، ولأموالك يتقاسمون، وستنسى، وكل نفس بما كسبت رهينة. وما إذا مات العبد قامت قيامته. لا تنسوا إخواني أننا سنموت وأننا سنرحل. الأخ ويقرأ: والله تمنيت في الصلاة أن نأخذ الوقت في سماع القرآن فقط، وهو يترنم في الآيات عن الجنة، وتتخيل هل سنكون فيها، هل سنكون مع أهلها. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم فيها. وآية النار، هل نحن سننجو منها؟ الله أعلم. نسأل الله أن ينجينا. وهو يقرأ: إياك نعبد. هل استشعرت فقرك وذلك وحاجتك؟ هل استشعرت تقصيرك وجنايتك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هل أنت فعلا موحد؟
هل تقوم بالأمر على الوجه المرجو؟ هل تحسن في سيرك إلى ربك؟ وإياك نستعين. هل تستشعر أنك إنما تعان بأمره؟ قالت رابع العدوية رابع الشامية قالت لزوجها عندما كانت تقوم من الليل، فقال لها يا رابع سبحان الله كيف تقوم؟ قالت يا سيدي أنا لا أقوم. قال ماذا؟ قالت إنما أقام، إنما أقام وما توفيقي إلا بالله. فاستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، وتوبوا إلى الله فإنه يقيل العثرة ويغفر الزلة ويجبر الكسر ويرحم الضعف. كم من ذنب قد غفره، وكم من فقير أغناه، وكم من مريض قد شفاه، وكم من كسر قد جبره، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ينزل على بلادنا مصر الأمن والأمان والسكينة والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.